نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، ويمكن الأيام اللي فاتت كان هناك إطلاق لموقع لو ديالوج، وهو موقع إخباري مصري جديد ناطق بأربع لغات: العربية والفرنسية والتركية والألمانية. الكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم علي رئيس تحرير البوابة نيوز أكدت أنه مركز الدراسات الخاص بالشرق الأوسط بيحاول من خلال هذا الموقع بث الأخبار الحقيقية الخاصة بمعظم القضايا وإتاحتها للرأي العام الدولي. ومن هنا جاءت فكرة موقع لو ديالوج، ويعني مسألة توضيح الأفكار المصرية للغرب وكشف الحقائق أمامهم بمنتهى الشفافية. دلوقتي معنا على التليفون أستاذة داليا عبد الرحيم رئيس تحرير موقع وجريدة البوابة. مساء الخير عليكي وألف مبروك إطلاق الموقع الجديد، وعايزة أعرف يعني كواليس إطلاق الموقع ويعني ماذا يقدم الموقع للغرب. مساء الخير عليكي، مساء الخير على المشاهدين، وميرسي جدا على المقدمة اللي حضرتك قلتيها، وهي يعني إلى حد ما هي فيها جزء كبير جدا من اللي احنا فعلا بنقدمه. فكرة إنشاء موقع للو ديالوج والهدف منها هي كانت الفكرة جات لي دكتور عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة مؤسسة البوابة ومركز دراسات الشرق الأوسط سيمو في باريس، بعد ندوات وحوارات مطولة له وللمركز تحت قبة البرلمان الفرنسي ومجلس الشيوخ والبرلمان الأوروبي ونوادي الصحافة في باريس وميونخ وجنيف، ولقاءات عديدة مع كافة السياسيين والإعلاميين وكبار الكتاب والصحفيين في الغرب طوال 5 سنين متتابعة. وجدنا أن الغرب لديه إشكاليات كبيرة جدا وخلط كبير وسوء فهم عن كثير من قضايا الشرق الأوسط وقضايا منها خاصة بمصر نتيجة حالة الصمت بين الطرفين في مجالات عديدة، منها مجال الإعلام والثقافة وغيرها من المجالات. سمحت لتيارات عديدة للدخول في هذه الفراغات ورسم صورة غير حقيقية بالمرة عن أفكارنا ورؤانا للغرب، ومن ثم أصبح هناك مساحة كبيرة جدا وفارغة يلعب فيها أطراف عديدة ليس من مصلحتهم أن يكون هناك حوارا مفتوحا بين الشرق والغرب. والحوار هنا ليس بمعناه المعتاد بأن يكون صراعا للديوك، وإنما هو حوار على أرضية مشتركة عن البحث عن المشترك بيننا وبين الغرب، وأيضا عن احترام وجهة نظر الغرب لأفكارنا ورؤانا ووجهات نظرنا، واحترامنا نحن أيضا للغرب ووجهات نظره في الموضوعات التي تخصهم. عندنا كتاب عديدين جدا بيكتبوا في موقع الديالوج، وهو بالمناسبة هو موقع فرنسي يبث بأربع لغات. موقع البوابة نيوز سوف يأخذ النسخة العربية حصريا على موقع البوابة نيوز، وأهم الكتاب اللي بيكتبوا عندنا، دعيني أطرح على حضرتك نماذج فقط لأني مش هقدر أحصرهم كلهم، أكثر من 50 كاتب وباحث فرنسي وعدد كبير من الجنسات الأوروبية. عندنا مثالا على ذلك وزير الدفاع الفرنسي الأسبق بيير ليلوش، وعندنا رولان جاكار كاتب وخبير في الإرهاب الدولي، ألكسندر ديلبال وهو كاتب ومحلل سياسي فرنسي، رولان لامبردي وهو كاتب فرنسي، وبالمناسبة هو مؤلف كتاب السيسي بونابارت ماس، ولديه غدا إن شاء الله ندوة في معرض الكتاب حول هذا الكتاب. عندنا ميشيل كابان رئيس الصندوق الأخضر في أوروبا والمهتم بمناطق التغيرات المناخية، والسيناتور زاكلين أوستاش نائبة رئيس حزب الجمهوريين وعضو مجلس الشيوخ الفرنسي. وطبعا عندنا آخرين من مصر، دكتور زاي حواس بينورنا بمقالاته، ودكتور علي الدين هلال، ودكتور عبد المنعم سعيد، ودكتور محمد كمال، ودكتور إبراهيم نوار، ودكتور حسام بدراوي، ودكتور مصطفى الزيدي من لبنان، والمحامي الدولي إلي حاتم، واللي بدعوكم في الاثنين القادم في العدد الأسبوعي للبوابة لقراءة مقاله ألهام جدا حول قضية خطيرة قد تعرضت لها منطقة الشرق الأوسط. مش هحرق المقال، ولكن أدعوكم لقراءة هذا المقال، مقال فيه أسرار ومفاجآت عديدة، يعني هتكشف أشياء ما كانتش في الحسبان وما كناش بنفكر فيها. طبعا الحوار مفتوح والكورس مفتوح، وكل يوم اثنين وكل يوم في موقع الديالوج، وكل يوم اثنين من صحيفة البوابة لدينا كتاب جدد ولدينا موضوعات أخرى وتحليلات سياسية مهمة
بنحاول نقدم مادة صحفية جديدة افتقدناها وهي مادة التحليل السياسي، بنحاول نبعد عن فكرة الترند وصناعة الترند يعني البحث عن الترند، وان احنا يعني نبعد بعيدا ونغرد بعيدا ونبحث في قضايا اكثر جدية، وهي يعني تشكيل وإعادة تشكيل الصورة المغلوطة عن مصر وعن الشرق الأوسط لدى الغرب. أتمنى إن احنا نقدر نعمل ده بشكل كبير. خليني أعلن كمان مع حضرتك عن مشروع كبير يسعى عليه مركز دراسات الشرق الأوسط وموقع لديالوج بالتعاون مع الكاتب الكبير والشاعر الكبير أدونيس، اللي هينضم قريبا لكتيبة الحوار في موقع لديالوج، بمشروع كبير حول الشعر العربي، وسينضم لهذا المشروع كبار كتاب الشعر في الوطن العربي إن شاء الله. نحاول نكون بنقدم صورة جيدة عن القوى الناعمة المصرية إن شاء الله في الشرق الأوسط. بكل التأكيد، كل التوفيق أستاذة داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير موقع وجريدة البوابة. شكرا جزيلا على وجودك معنا في التاسعة.